مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المسابقه الترفيهيه يلي عم نقدم لكم اياها بمناسبه شهر رمضان المبارك. سؤال بيقول: ما هي اصغر دوله من حيث المساحه؟ دوله عربيه. دوله عربيه من حيث المساحه، استعين بصديق. ايهما اطول، الامعاء الدقيقه ام الغليظه؟ الامعاء الدقيقه. اجابه صح. طيب قديش طولها؟ هي طويلة كتير بس. قطار كهربائي جاي من الشرق للغرب، الدخان كيف بيطلع؟ بأي اتجاه بيروح؟ من الغرب للشرق. دولة عربية أولها ألف ولام، آخرها ألف ولام، وسطها ركن من أركان الإسلام، ما هي؟ الإسلام والله. دولة عربية، اسم دولة عربية. نقلنا يا زلمة. بدي تقولي لي متى العربي؟ مثل عربي. وشو معناته؟ أيوة مثال كثير. بدنا مثل، نحن هذا استثناء للحج فقط. طب جرعة أمه تطلع البنت لأمه. شو معنى هذا المثل؟ يعني مثلا إذا أمه مؤدبة يعني هي بتكون مؤدبة. ألف مبروك عام، حتربح معنا هدية تقدمت شركة إتي أن جيرماني، عبارة عن تطبيق على الهاتف تقدر تشاهد من خلاله جميع القنوات العربية وأيضا قناة الماي تي في.